حرية حتى الممات. وشيلوا يا شعبي شيلوا. وشيلوا يا شعبي شيلوا. هون ساك الهون. السوشيال ميديا قوة رهيبة انه بتقدر تكون مضادة للاعلام، خصوصا الاعلام الغربي اللي هو اصلا تاريخيا عنده بايس ضد الفلسطينيين وضد السردية الفلسطينية. حملة انقذوا حي الشيخ جراح ابتدأت من حي الشيخ جراح من اهالي الحي، وهي حملة يعني واضحة وصريحة ضد التهجير، ضد سياسات التهجير لسلطات الاحتلال الاسرائيلية في الشيخ جراح، لكن ايضا في القدس وفي كل فلسطين التاريخية، لانه مشروع التهجير هو مشروع بدأ من 1948. اجب نوحد القدس بمسيرة بدنا نوحد كل فلسطين. طبعا نستخدم حاليا السوشيال ميديا بشكل كتير اساسي حتى نقدر نوعي المجتمع الداخلي والمجتمع الخارجي اللي هو المجتمع الفلسطيني داخل البلد، بالاضافه للمجتمع الاوروبي الاجنبي والفلسطيني اللي عايش بالشتات فعليا، اللي ايش عم بصير عندنا، شو الوضع اللي عم بصير بالشيخ جراح بالقدس بشكل خاص وبفلسطين بشكل عام. وعم نحاول اول شيء نصور المشاهد اللي احنا عم نتعرض لها يوم يوم من انتهاكات، من تقليل لحقوقنا الانسانيه. بتخيل اللي خلى حملتنا تلاقي أصدى عالمية وكبيرة هو تأطير الحملة، يعني لأول مرة ممكن في النطاق العالمي عماله بتحاوروا في القضية الفلسطينية على أنها قضية استعمارية، مش بس قضية انتهاكات حقوق إنسان أو قضية صراع ديني.